استعدادات على قدم وساق بتجرى استعدادا لانطلاق الموسم الثاني من مسرح شباب العالم ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم والمقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 ل 17 ديسمبر 2019. وأعلنت إدارة المنتدى عن شعار المسرح هذا العام وهو الفنون إحياء للإنسانية أو Art Reviving Humanity. وده بينعكس على محتوى فقرات المسرح المختلفة واللي هتنطلق بداية من يوم 13 ديسمبر 2019 بالافتتاح، وهتستمر العروض المختلفة على مدار يومي 15 و16 ديسمبر. وبتبدأ فعاليات مسرح شباب العالم بالمسرحية اللي بيشرف عليها المخرج خالد جلال واللي لم يكشف عن اسمها حتى الآن، وهتناقش قضايا إنسانية وبتعرض في إطار فني متفرد عن الصراعات اللي بتواجه البشرية. كل ده بيأتي تنفيذا للتوصيات، توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال النسخة الأولى من المنتدى عام 2017 بإقامة ورشة من الشباب بتناقش القضايا المختلفة في إطار فني هادف.